يطلع للحيدر الفكنشري شو يقول؟ افتح اذنيك جيدا حتى تسمع ماذا يقول الشيخ الحيدري مولانا. بيني وبين الله انا اريد اطرح نظريتي وفهمي وقراءتي لشخصية خاتم الانبياء والمرسلين. عجبت والله منكم، يوما بعد يوم ارى اشياء عجيبة فيكم. أعزائي، كان النبي صلى الله عليه وآله كان على الصراط المستقيم، ونحن أيضا نعتقد أن عليا كان يمثل هذا الصراط بأجلى صوره. هذا دليل على إنكار نبوة محمد. من يجيك واحد يقول لك محمد، يقول له محمد، يقول لك مو نبي. يا بناء، هذا بناء الإسلام، بني الإسلام على خمس. هذا البناء واحد من أهم أركانه ماذا؟ علي، بل وأعظمها عندنا. يا الحيدري، يا أهل الدكاكين، كافي خريطي، كافي خريطي، الله يسود وجهكم، كافي خريطي، ولكم هذا محمد، ولكم الله لم يخلق مثل محمدا على الإطلاق. سؤالي واقعا هنا، يسأل البعض لماذا تهتمون بيوم العاشر من المحرم؟ لماذا لا تهتمون لوفاة ورحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ إن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا اليوم من القيمة والعظمة والتأثير ما لم يعطه لموت أي شخص آخر. هذا أفضل من محمد، يصير أفضل من محمد، يصير. أنت عندما تأتي تقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن، تريد ذاك الشرف العظيم الذي يعطى للصحابة. لا، الصحبة لا قيمة لها، أي قيمة؟ إنما الصحبة لها قيمة إذا كانت ماذا؟ بالاصطلاح، الصحبة الاصطلاحية. سؤال، إذا كان المدار هو اللغة، إذا كان المدار هو العرف، إذا كان المدار هو الاستعمال، إذن لا يوجد أي شرف. متى يكون للصحبة قيمة؟ إذا كانت الصحبة الاصطلاحية. من يعين الصحبة الاصطلاحية؟ رسول الله يعينها. رسول الله صاحب السرسرية، لو صاحب المتدينين المؤمنين. لا يوجد عندنا حديث صحيح صريح متفق عليه بين علماء المسلمين في حروب بعد رسول الله إلا ماذا؟ إلا ما ورد في الجمل وصفين والنهروان. أما الحروب التي خاضها الخليفة الأول، الخليفة الثاني، غيرها، هذه لم ترد في كلام رسول الله. شو يقول رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وآله قال لهم سترثون كسرى. أما كسرى فمزق كتاب رسول الله، قال مزق الله ملكه كما مزق كتاب أهبل، ومزق الله ملكه كما مزق كتاب رسول الله. ولذلك حينما تأتي إلى الوائل والحيدري تقوم تدق على راسك. كونوا على ثقة، ولولا سيف علي لما بقي من الإسلام شيء. تصورون أنت محمد مو شجاع؟ كارثة هذه. محمد أشجع من علي بن أبي طالب مليار مرة. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام كلما اشتد وطيس الحرب لذنا برسول الله، ورسول الله ماكو أشجع من عنده. الأمر الثاني أنهم منعوه ماذا؟ من كتابة كتاب كان فيه نجاتهم من الضلالة أبدا من بعده، منعوه عن ذلك. هذا يريد يثبت أن محمد مصدر خطأ ومصدر شنو؟ تضليل للبشرية. كارثة ولكم، والله كارثة، والله لو مو هذا التلفزيون يفضحهم احنا ضالين ويا السرسرية والهتلية. اكو واحد جاوز على محمد وآل محمد؟ فاطمة وأنها سيدة نساء العالمين من المتقدمين والمتأخرين، وهي سيدة هذه العترة. يعني إذا كان علي سيد العترة فهي ماذا؟ فهي سيدة العترة. محمد مو سيد الرسل وخاتم الأنبياء؟ والله إذا تحاجج لك واحد من هاي الغنم شو يسوي؟ استغفر الله يا رب، أشد ضلالة من الأنعام. في صحيح البخاري قال إن أمن الناس
علي في صحبته وماله. عجيب عجيب، يعني أبو بكر هو الذي من على رسول الله بأن صحب رسول الله، وأنه صحيح أو باطل أساسا هذا الحديث، يعني من وضعه كان أحمق الذي وضع مضمون هذا الحديث. هذا الحديث. يعني من وضعه كان أحمق الذي وضع مضمون هذا الحديث. الله أكبر. ويجي محمد صلوات الله، نكذب من نصدق من نصدقك أيها الصعلوك النكس، ونكذب محمد الصادق الأمين، كذبه ونصدقك أنت يا ابن الحيض والزنا يا ابن البوالة على عاقبه. تري الشجاعة يا رسول الله، لماذا وأنت تعلم أنهم بعد ذلك ماذا ها سيكذبون عليك؟ لماذا لم يدون؟ لماذا لم تحفظ لنا حديثك؟ لماذا لم تهتم به كما اهتممت ماذا بحفظ القرآن؟ هذا أفهم من الله، صار له مو أفهم من الله، ولكم أفهم حتى من محمد وعلي. إذن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان يعلم أنه سيكذب عليه أو لا يعلم؟ ها يعلم. هذا مدعاة لأن لا يهتم بالحديث أو لا بد أن يهتم بالحديث؟ ها ماذا تقولون، يهتم أو لا يهتم؟ يقينا كان ينبغي أن كما حفظ القرآن كان ينبغي ماذا أن يحفظ السنة. شخوش يقينا الحيدري أعلم من علي بن أبي طالب أخوان، وأعلم من فاطمة، وصدقوني فلتة زمن صار هو مكان رسول الله. أنتوا اروحوا اقرأوا تاريخ ما حصل بعد رسول الله، لعله هذه الفترة التي عاشها رسول الله كانت فترة ذهبية، ولكن بعدها رجعوا إلى الجاهلية الأولى، والقرآن صريح في هذا المعنى. شاخوش هذا محمد العظيم ما يستحق أن يكون نبي على طريقتكم، هذا دليل أنتم تكذبون لولا. خوش اللي يكذب عنده ما يوجه لو ساقط مثلكم. أنا جعلته جواب عن هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن رسول الله أبغض بني أمية بهذه الطريقة، يعني بلا استثناء أحد. شوفي من افترى الكذب على الله ورسوله فالله يكبه على من خريف نار جهنم، وهذا تجاوز على حرمة رسول الله حقيقة الأمر. ثقافة ما قبل الإسلام، رجعوا والناس قبلوا بالأمس، هم بايعوا، هم قبل قالوا غدير هم، ولكن هاليوم ماذا؟ لماذا؟ لأن هؤلاء متشبعون بالثقافة شنو؟ ما قبل الإسلام، ثقافة القبلية. ورسول الله ما استطاع في 10 سنوات مولانا يغير كل ثقافتهم. الله 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 الله. ورسول الله ما استطاع في 10 سنوات مولانا يغير كل ثقافتهم. دول مدفوع لهم من اليهود من الأقزام للنيل من رسول الله. أساساً لماذا لم ينجح التدبير النبوي في إيصال علي إلى الخلافة؟ ما الذي حدث حتى لم يستطع هذا المشروع أن يصل إلى الغاية التي من أجلها خطط له؟ وحينما تسمعون الحيدري وفلان وفلان تكرهون الدين. النبي صلى الله عليه وآله كان يحاول تثبيت ماذا؟ تثبيت أقدام علي في الخلافة والولاية، ولكنه مع كل ذلك نجح التدبير النبوي أو لم ينجح؟ أعطى أكله أو لم يعطي أكله؟ لم يعطي أكله. Oh my God. كل واحد ينال من محمد وآل محمد صنيعة اليهود كان من يكون. لماذا لم تنجح ولم تفلح كل الإجراءات والتدابير النبوية لحفظ رسالة الإسلام ماذا؟ ها؟ من الانحراف والانقلاب. هذا شو تتوقعون يا ناس؟ أليس حرب على رسول الله مدروسة ومدفوع ثمنها؟ إذا تقولون لي ما مدفوع ثمنها وما مدروسة، يعني يقينا أنتم الغنم اللي تمشي وراكم علوج مو غنم. سؤال، هل يشك أحد
أن رسول الله بذل كل ما في وسعه لحفظ الرسالة من الانحراف من بعده، هل يمكن أن نشك في هذا؟ صاحب الرسالة يهتم ببقاء رسالته وعلى طريقها المستقيم أو لا يهتم؟ يهتم بها. ودي عايزة كلام. سؤال: كل هذه الإجراءات النبوية الوحيانية نفعت في عدم الانحراف أو لم تنفع مولا؟ ها؟ نفعت أو لم تنفع؟ لا، انحرفت الشيء، انحرفت. ولكم طيح الله حطك وحط اللي الحظ اللي معلمك. إذن ما استطاع، ما استطاع، ما استطاع. بينك وبين الله، لماذا لم تنجح ولم تنفع ولم تفلح كل هذه الإجراءات؟ لماذا؟ ها؟ هذا الانقلاب، لأنه أنا أعبر عن السقيفة، الانقلاب الأبيض مولانا. ما الذي فعله الانقلابيون وأصحاب الثورة أو الانقلاب الأبيض على الرسالة المحمدية حتى نجحوا ما لم ينجح فيه رسول الله ولا إمام بعده؟ ما الذي فعلوا؟ هل لابد نفهم؟ سود الله وجهكم. شاحنا ليش ظلينا هتلية؟ لأن نلنا من محمد وآل محمد. ولكن هذا البعد الإيجابي في هذه السياسة التي وضعها رسول الله، كانت هناك سلبيات تلازمها. من أهم هذه السلبيات أن كثيرا من المسلمين أو أن كثيرا ممن دخلوا إلى الإسلام لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وهذا صريح القرآن بعد، ليست رواية حتى نقول ما هو تفسيرها. قال تعالى: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذه ظاهرة جد خطيرة في صدر الإسلام. Oh my God. طبعا المراد بهذا ضرب نبوة محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين جملة وتفصيلا. والإمام الحسن أراد ماذا؟ أن يستمر في هذا الخط، ولكنه وفقوا لذلك أو لم يوفقوا. هسه بعد ذلك إن شاء الله إذا صار وقت سأشير إلى الأسباب الأساسية التي أدت إلى عدم نجاح المشروع العلوي ونجاح المشروع ماذا؟ ونجاح المشروع الأموي. لماذا أن الأمويين نجحوا وأن كل التدابير النبوية والعلوية ما استطاعت أن تؤتي أكلها كما ينبغي؟ وين كانت الإشكالية؟ محمد وآل محمد خط أحمر عند الله، وهذا الخط الأحمر من يتجاوزه يطيح حظه وحظ بيه. نعم دكتور، بختام هالحلقة شو تحب توصل المشاهدين؟ اعلموا، هؤلاء يريدون أن يضربون مصداقية محمد صلوات الله عليه، كل هذا يريدون أن يسقطونه بالضربة القاضية، والله يسقطهم. هؤلاء فضحهم الله ولا زال يفضحهم، وما هذا التلفاز والفيسبوك إلا هو رحمة ورحمة ونقمة على الكافرين والدكاكين الخزي. Oh,